بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم في الكورس المجاني، الدرس رقم 9. الدرس ده احنا هناخد فيه ازاي بتعملي الكورساج. هديلك الباترون بتاعه بطريقة سهلة جدا تقدري تنفذي عليه اي موديل انت عايزاه بطريقة سلسة وبسيطة، ويطلع معاكي مظبوط. اذا كان جاكيت، بلطو، بلوزة اللي فيها صفرة فيها قصات، ده بيسهل عليكي كتير ان انت تعملي قطعة ملابس كأنك جايباها جاهزة من المحلات او مصانع الملابس، اللي بتشوفي اللبس بتاعها تقولي الله ده جميل، ده ماشي بالمسطرة مع الجسم. ليه؟ لان هم بيشتغلوا على فكرة بالبطرون اللي انا هعلمهولك ده، بس انا هديهولك بطريقة مبسطة سهلة عليكي تقدري تنفذي. وحبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا حتى الكورس المجاني وتستفيدوا. وان شاء الله كل الطلبات المتأخرة عندي ان شاء الله هعملها لكم، والموديلات واللي طلبوا مني موديلات معينة ان شاء الله احنا هنعملها تباعا وهننزلها بإذن الله. طيب نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. الاول احنا عايزين عشان نعمل الكورساج، ايه هو الكورساج الاول؟ الكورساج ده اللي هو الصدر بتاع سواء الفستان او البلطو او البلوزة، الجزء اللي فوق الوسط ده بيسمى كورساج. طيب احنا بنعمله ازاي؟ انت بتاخدي المقاسات بتاعتك، دوران الصدر، طول البنسة بتاعك اللي هي من عند الرقبة، التقاء الرقبة بالكتف لغاية بروز الصدر، دي اسمها بنسة الصدر. وده احنا اخدناها ازاي بتاخدي مقاساتها، شوفي الفيديو بتاع المقاسات خلاص. وبتاخدي دوران الوسط وطول الظهر بتاعك، طول الظهر ده بتاخديه من عند الفقرة التانية، من عند الرقبة من الخلف لغاية الوسط. طيب بتيجي بقى خدنا مقاساتنا، هنرسم ازاي؟ انت بتيجي تنصفي دوران الصدر بتاعك وتقسميه على 2 وتضيفي عليهم 3. احنا دوران الصدر عندنا 96، لما نقسمهم على 2 هيدينا 48، تضيفي 3 سنتي يبقى 51. اذا هترسمي الباترون بتاعك، الخط الاكتاف العرضي بتاعنا بالشكل ده. يبقى احنا قلنا الخط ده نص دوران الصدر زائد 3 سنتي. الطول بتاعه يا حبايبي الطول بتاع الظهر بتاع حضرتك اللي هو 42، دي كلها مقاسات افتراضية عشان نشتغل عليها. ونروح مقفلين المستطيل بتاعنا كده، سهل بسيط جدا ما فيهاش اي حاجة. دي اول خطوة بترسميها في الباترون بتاع الكورساج. تاخدي طبعا المقاسات بتاعتك بالمظبوط، حملت الصدر بتاعك تبقى مظبوطة عشان خاطر هو ده اللي هيظبط لك الموديل اللي انت بتعمليه او قطعة الملابس اللي انت بتنفذيها. نروح مخلصين كده، ادي اول حاجة احنا عملناها. خلاص بتيجي بتاخدي دوران الصدر بتاعك اقسميه على 2 4 مرات، يعني بالشكل ده. احنا اخدنا دوران الصدر بتاعنا كام؟ 96. تروحي عامله خط كده خلاص، وتروح حاطه 96 كده. هنقسم على 2 48، على 2 24، على 2 12، على 2 فيها 6. احنا هناخد المسافة الأخيرة دي
وقبل الاخيره، وهنقسمها نشوف هنقسمها ازاي على البطرون بتاعنا. هناخد المسافه الاخيره اللي هي السته، هنضيف عليهم 1 سم عشان تريح لك الدوران بتاع الرقبه، يبقوا كام؟ 7 سم، يا اما عشان ما تتلخبطيش ونضيف ال1 سم فيما بعد، خدي نفس المقاسات دي 6 و12 سم، ونقول لك هنعملهم ازاي وبعد كده هنضيف الواحد. تيجي كده من ده عند الخط بتاع النص الخلف، وده خط نص الامام. هتيجي من عند خط نص الخلف بالطريقه دي، وتروحي عامله 6 سم، خلاص، وتروحي قايسه 12 سم، ونروح ناخد المسافه الاخيره تاني اللي هي 12 سم. هنا هناخد المسافه الاخيره، يبقى احنا خدنا المسافه قبل الاخيره اللي هي 6 سم، دي المسافه الاخيره اللي هي دي، الناتج اللي طلع عندنا 6، خلاص. هنيجي ناخد المسافه اللي قبليه اللي طلعت 12، هنروح عاملين هنا كده 12 سم، خلاص. هنا ناخد برضو المسافه اللي قبل الاخيره 12 سم، وهنا برضو المسافه اللي قبل الاخيره اللي هي 6 سم بالشكل ده. تيجي عند الخط بتاع نص الامام، وخدي المسافه الاخيره اللي هي 6 سم برضو، بس كده. يبقى احنا خدنا هنا 6 سم برضو، خلاص. هتيجي هنا اتحركي 1 سم عشان تريح الرقبه بتاعتك، وطبعا الاتجاه الاخر تروحي برضو عامله 1 سم، عشان طبعا ايه يبقوا متطابقين مع بعض لما نيجي نجمع، خلاص. يبقى تاني بتاخدي دوران الصدر بتاعك، اقسميه على 2، تضيفي عليهم 3، وارسمي الخط بتاع الاكتاف بتاعك بالشكل ده. ده اسمه خط الاكتاف، ده اسمه خط الوسط، ده خط نص الامام الخلف، ده خط نص الامام، خلاص. هتيجي تاخدي تقسمي بقى دوران صدرك على 2 4 مرات، تاخدي النواتج بتاعتك اللي هي 6 سم و12 سم، بتقسميهم كالاتي، تاخدي 6، تاخدي 12، تاخدي 12، تاخدي 6، والاتجاه الاخر بتاخدي برضو 6 سم، تيجي متحركه 1 سم لتريح دوران الرقبه بتاعك، خلاص. هتيجي بعد كده هنا اهو برضو بتنقلي عشان يطلع بقى معاكي مظبوط، وطبعا بتستخدمي المسطره الكبيره بتاعه التفصيل، بتيجي بتنقلي المسافات دي تحت هنا، يعني هنا ادي 6 سم، ادي ال 12 سم، ادي ال 12 سم، ادي ال 6 سم، وتروحي واخده تقسمي بقى كده، تاخدي المسافه الاخيره اللي قبل الاخيره بالشكل ده، تروحي عامله خط بالطريقه دي متوازي، يبقى اصبح عندك 3 مستطيلات، ادي 1 2 3. طيب احنا هنشوف دول بيتقسموا ازاي. هتيجي تنصفي الطول بتاع الظهر، ده اسمه طول الظهر، ده طول الظهر بتاعنا، خلاص. هتيجي بقى تنصفيه وتروحي عامله كده، خلاص احنا نصفناه اهو، موضوع سهل وبسيط. انا بمشي معاكي عشان اللي بيقولوا ايه ده دي خطوط كتيره، انا هفهمها، امشي معايا بالتفصيل كده وخطوه خطوه، هتفهمي الخطوط دي كلها بتاعت ايه، سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله، وبيسهل عليكي بدل ما تفكي الفستان، لا الكتف مش مظبوط، الظهر مش مظبوط، شادد معايا، ده بيحل لك كل المشاكل اللي انت بتقعي فيها.
احنا كده نصفنا، يبقى احنا هنا ده الظهر، ده نص الظهر، وده نص الامام. خلاص هتيجي بقى خط التنصيف ده، بننزل هنا 3 سنتي، هتنزلي كده 3 سنتي خلاص، وبتروحي موصلاهم بالشكل ده بنقطة التنصيف بتاعت نص الظهر بالطريقة دي. تظبطي ايدك كده، موضوع سهل وبسيط، وتحفظي وتذاكري وتفهمي. قبل ما تحفظي افهمي، وقعدي مع نفسك كده ارسميه خطوة خطوة كده، هتلاقي نفسك مية مية فيه، وسهل وترسميه وترسمي، ممكن ترسميه على القماش وتشتغلي لو موديل ما فيهوش قصات، وهوريكي وهديكي الباترون المسطح السهل البسيط اللي ما فيهوش اي فن في التفصيل، تعرفي ازاي تستخدميه وتستخدمي التكات بتاع الباترون الاساسي فيه. خلاص يبقى احنا هنا نزلنا 3 سنتي. الخط ده بنسميه الخط المائل، لان احنا هنا بننزل من ناحيه والناحيه الثانيه ما فيهوش ميل ولا اي حاجه، بيلتقي مع خط التنصيف على نص الظهر بالشكل ده. خلاص طيب هتيجي هنا تنصفي ده حبيبتي، هنروح بقى منصفين ده كده اهو، ادي انت نصفتي، وابتدي تروحي نازله بعمود على خط الوسط بالشكل ده. احنا كده نزلنا عمود، ده خط الوسط، بوضحهولك ده خط الوسط. طيب هتيجي اتحركي 1 سنتي جهة اليمين بالشكل ده. خلاص وتروحي تلغي بقى العمود ده، يعني كان المفروض احنا بناخد نقطة ما ننزلش بالعمود، لا بناخد نقطة ونتحرك 1 سنتي، يعني ده الغيه، بستخدم التنصيب بتاعه. خلاص وبتروحي نازلة بالخط بالطريقة دي. يبقى احنا هنا ملكيش دعوة العمود ده ما كناش المفروض ما ننزلش بيه، لا احنا بناخد نقطة التنصيف وبنروح متحركين 1 سنتي جهة الشمال، سوري جهة الشمال بالطريقة دي، عند على خط نص الامام ده، خط نص الامام. خلاص طيب هتيجي بعد كده تعملي ايه حضرتك، انت واخدة مقاس البنسة بتاعتك. طيب احنا عايزين نعمل طول البنسة، تيجي هنا ارتفعي 1.5 سنتي من عند الرقبة، من هنا ارتفعي 1.5 سنتي، وهنا النقطة بتاعت المسافة الأخيرة دي ارتفعي 1 سنتي، هنا 1.5 ترتفعي، هنا 1.5، وهنا ارتفعي 1 سنتي بالشكل ده. خلاص يبقى احنا هنا ارتفعنا 1 سنتي. طيب بتيجي تقيسي طول البنسة بتاعك من اول هنا، من عندك بقى على الطبيعة الرقبة عندك لغاية بروز الصدر، احنا طلع في المقاس الافتراضي اللي واخدينه 28، يبقى ننزل بالمقاس بتاعنا 28 بالشكل ده. خلاص تاخدي نقطة بتقيسي كده وبتروحي ايه موصلاهم بالشكل ده. خلاص وتروحي برضو هنا بالطريقة دي، ده اسمه مثلث البنسة، مثلث البنسة، وهو دوت اللي بيوزن لك الفستان بتاعك او الجاكيت او البلطو او البلوزة، ايا كان انت بتعملي حاجة
فيها تفاصيل. ده بقى من هنا من النقطة دي هي اللي بتتعمل تصريف البنس، وهوريكي ازاي بتصرف البنسة على الباترون ليها كذا طريقة حسب الموديل اللي انت عايزاه. تشوف الموديل، اهم حاجة تشوف البنسة بتاعته دي متصرفة ازاي على الموديل، شكلها ايه، على طول بتروحي مصرفاها معاكي على الباترون. خلاص. طيب احنا كده عملنا مثلث البنسة وعرفنا ازاي الباترون بيتعمل. طيب احنا عايزين بقى نعمل خط الاكتاف بتاعنا. بتعملي خط الاكتاف ازاي؟ بتيجي من هنا بترتفعي 4 سنتي، وهنا انزلي من تحت النقطة بتاعت التنصيف دي 4 سنتي. يبقى احنا هنا 4 سنتي، وزيهم الناحية التانية فوق خط الوسط التنصيف بتاع الوسط 4 سنتي. يبقى خط التنصيف الوسط اهو، نزلنا من هنا 4 سنتي، ومن هنا ارتفعنا 4 سنتي. نبتدي نوصل خط الاكتاف بتاعنا. هنيجي ده بقى خط الاكتاف بتاع الامام بتاعنا. هتيجي من عند الجزء بتاع اللي احنا ارتفعنا بيه 1 سنتي بتاع البنسة، وبتروحي عاملة بالشكل ده. ادي خط، ده بيسمى خط نص الامام، خط كتف، خط كتف الامام. طيب احنا عايزين الخلفي، هتيجي ال4 سنتي دي وتروحي موصلاها بالنقطة اللي 1 سنتي اللي احنا متحركينها بالشكل ده. يطلع معاكي خط كتف الخلف، ده اسمه خط كتف. واكتبي المسميات عشان تبقي فاهمة وتقولي الخطوط دي كلها ليه. اديكي عرفتي احنا مشينا ازاي. طيب احنا عايزين نعمل الحردة بتاعت الباط، بتاعت الامام وبتاعت الخلف. طيب هتيجي تقيسي بقى عرض الكتف بتاعك، عرض الكتف بتاعك وليكن 12 سنتي. تيجي كده من عند الارتفاع ال1 سنتي بتاع مثلث البنسة، وبتروحي قايسة 12 سنتي. اوعى حد يقول لي ده صعب، هو مش صعب، امشي بالخطوات ولذيذ وخديه كده. وهو ده اللي الكورسات بقى اللي هي صح، مش الكورس المسطح والكلام ده. وعلى فكرة هو شبيه للباترون الايطالي زيه بالظبط، ما بيفرقش حاجة، نفس الخطوات ونفس الاسلوب اللي انا ماشية بيه الباترون الايطالي بالظبط كده، الا اذا بيفرق في حاجات بسيطة، لان الايطاليين متشابهين معنا في الجسم، هم جسمهم عريض واحنا جسمنا اعرض منهم يعني، بس نفس الحيز يعني، واخده بالك. فانت تقولك انا متعلمه الباترون الايطالي، لا يا حبيبتي، اتعلمي الباترون المصري، ده اللي بيشتغل بيه المصانع عندنا، عشان احنا لينا اجسام مختلفه مهما يكن. الايطالي متقرب لينا، لا بس احنا بسم الله ما شاء الله علينا عظم وتضاريس عاليه وكله يعني، فاحسن لك ان انت تتعلمي الباترون المصري. خلاص. هتيجي بقى هناخد الكتف بتاعنا وليكن 12 سنتش، هنعمل كده قسنا بقى ال 12 سنتي زي ما يطلع بقى معاكي حسب الخطوط بتاعتك. ادي اخدنا النقطة كده، طب نعمله بالاحمر عشان يبقى بقى واضح. ده الحردة بتاعت الباط بتاعت الامام. هتيجي تاخدي من النقطة بقى بتاعت الكتف بتاعك، خلاص، هتروحي تكتبي بقى برضو كده هنا كتف عشان هنا بعيد،
تقولي ده الكتف حته صغننه كده تبقي فاهمه يعني. هتيجي بقى من النقطه بتاعه تحديد الكتف بتاعك انزلي، ده اسمه خط الباط بتاع الامام. يبقى اذا من هنا لهنا ده خط باط الامام، خط باط الامام، ده خط باط الخلف، خط باط الخلف. انا كاتبه لك كل حاجه واضحه واخده بالك عشان تبقي ايه فاهمه احنا بنشتغل ازاي. هتيجي من النقطه دي انزلي 9 سنتي، تروح عامله كده خلاص نزلتي 9 سنتي وتروحي واخده خط كده. هتنزلي النقطه بقى رئيسي من هنا كمان 3 سنتي، يبقى هنا هنا دي كده اهي 9 سنتي، دي هنا 3 سنتي خلاص، وتروحي عامله كده. سهل بسيط ما فيهوش حاجه. طيب احنا عايزين نعمل بقى الحرده بتاعت الجيرو بتاعتنا، بنبتديها بقى من هنا بقى. طيب الاول قبل ما ننسى كده ادخل نص سنتي كده، بس احنا عايزين ندخل نص سنتي ونسيبها دلوقتي عشان بس ما ننساش اهي نص سنتي. طيب عايزه تعملي حده الجيرو تتعمل ازاي، وده انا كنت شرحاه في الموديلات اللي انا كنت بشرحها، اديت لكم التكايه ديت. لو حضرتك جسمك متوسط بتاخدي من النقطه دي وانزلي 7 سنتي. طيب لو جسمك نحيف عندك من 5 لـ 6، طب جسمك ممتلئ من 8 لـ 9. تاني لو جسمك متوسط 7 سنتي، تاخدي من النقطة دي اللي هي 3 سنتي اللي نزلنا بيهم وبتاخدي 7 سنتي. جسمك رفيع نحيف من 5 لـ 6 سنتي، ممتلئة عندك من 8 لـ 9 سنتي، وبتروحي نازلة تقيسي بقى من هنا كده، روحي قايسه 7 8 زي ما يطلع مقاسك يعني خلاص، وبنروح واخدين كده وخدي خط. القلم في دي لا ما فيش خلاص، بتيجي تنصفيه بقى الخط ده، بتيجي عشان نعمل التقسيمات بتاعتنا تروحي منصفاه كده خلاص. انت نصفتيه ادخلي جهه الشمال كده نص سنتي، نص سنتي، وخدي نقطة بالشكل ده، تروحي نازلة بخط التنصيب بقى اللي احنا عملناه كده على خط الوسط. احنا خرجنا هنا بقى نص سنتي خلاص، بتيجي تروحي مرتفعة هنا كده من هنا ارتفعي 3 سنتي، تقيس 3 سنتي وترتفعي خلاص. تيجي بقى تروحي واخدة دي بقى بدوران كده 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 كده، تروحي عاملة حردة الباط بتاعت الأمام بتاعتك، تطلع معاكي مظبوطة بالشكل ده. ادي حردة الباط بتاعت الأمام مفيهاش أي حاجة. طيب احنا عايزين بقى حردة الباط بتاعت الخلف، تيجي كالآتي من هنا من هنا كده ادخلي 1.5 سنتي خلاص. هتيجي تقيسي طبعا برضو ال 12 سنتي بتوع عرض الكتف من هنا اهو كده، وتروحي واخده 12 سنتي كده، تروحي حاطه النقطه بتاعتك خلاص، وبتروحي موصلاها بالواحد ونص كده خلاص. يبقى انت قستي عرض الكتف بتاعك، ده الكتف اهو اللي هي 12 سنتي كتف. طيب في حاجه انت عايزه تعملي بقى جاكيت او فستان او جاتلك واحده بيبقى فيه الكتف عندها من الخلف، المنطقه بتاعه الكتف من الخلف ومن عند الظهر، الجزء بين الباط ونص الظهر
تلاقيه مرتفع. ده لما بتيجي تلبس بلوزة او فستان بيشد معاها. فتعملي بنسة مقدارها 8 سنتي الطول بتاعها، 1 سنتي من هنا و 1 سنتي من هنا، يعني اذا مقاس الكتف 12 سنتي بتاع الخلف بتضيفي عليه 2 سنتي وبتعملي البنسة بتاعة الكتف. دي يا جماعة بتريح جدا منطقة الكتف من ورا، وخصوصا لو حد بيبقى فيه حد يعني جسمه ممتلئ من الخلف من تحت الكتف كده، فدي بتداري العيوب بتاعة الكتف. اذا بتاخدي من هنا 1 سنتي وهنا 1 سنتي، يعني 2 سنتي بتوع بنسة كتف الخلف بتضيفيهم على مقاس الكتف اللي هم 12 سنتي، بتحطي عليهم كمان 2 سنتي، يبقى اذا ده 14 سنتي بعد ما بتعملي البنسة بتاعة الخلف بتاعة الكتف. خلاص بتيجي من هنا بقى الواحد ونص، احنا هنا دي 1.5 اهي، احنا هنا قلنا ارتفعنا عشان نعمل الجيرو 3 سنتي عشان تبقى بس العملية واضحة معاكم. خلاص دخلنا كده 1.5، ارتفعي 4 سنتي وحطي نقطة، يبقى نرتفع كده كام؟ 4 سنتي. وتروحي تبتدي تعملي ده يا حبايبي الكورس الصح بتاع الباترون الأساسي الصح. في بيدوك الباترون المسطح يقولك ده الباترون الأساسي، لا المسطح ده مش الأساسي، وأنا هديهولكوا برضه. وبتروحي موصلاها لغاية، يبقى كده أنت عملتي الحردة بتاعت البط بتاعت الخلف وبتاعت الأمام بالشكل ده، ومش هياخد منك يعني ركزي كده، مش هياخد منك ان انت ترسميه مفيش 10 دقايق ترسمي الباترون كله، بس انا بديهولك على اجزاء. خلاص يبقى كده شكل الباترون بتاعنا. طيب احنا عايزين نعمل التكسيمات بتاعتنا. انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو وعايزين نعمل لسه الحردة بتاعت طيب انا هعمل لكم الحردات بتاعت الرقبة، وان شاء الله الجزء الثاني نبتدي اوريكم ازاي بتقفلي مثلث البنسة وازاي بتاخدي التكسيمات بتاعتك، ونكمل بقية الكورساج وناخد جبت الفستان بتتعمل ازاي وتقسيماتها ازاي، بس عشان خاطر الفيديو ما يطولش. وده تذاكروه يا جماعة، يعني جيبي ورقة وقلم واقعدي ارسمي خطوة خطوة زي ما انا عاملة كده، وربنا يوفقكم. طيب احنا هنا هتنزلي حضرتك من هنا كده 2 سنتش عشان نعمل الحردة بتاعت الرقبة الخلفية، انزلي 2 سنتي وتروحي مدورها كده، اعملي بقى ايه بنقط كده. نجيب القلم التاني، هتروحي عاملة كده ارسمي بنقط الاول عشان تظبطي بس. ادي هتيجي هنا بقى، احنا هنا دول الستة سنتي اللي هي المسافة الاخيرة، وضفنا 1 سنتي، ضيفي عليهم 2 سنتي وانزلي بالعمق بتاع دوران الرقبة بتاع الامامية. يعني هتيجي من هنا من الارتفاع ده كده تروحي نازلة بالتسعة سنتي. عرفتي ازاي بتعملي؟ تاخدي 6 و1 7 ضيفي عليهم 2 بقوا 9، تروحي نازلة بدوران الرقبة بتاعك بالشكل ده. وتروحي كده مسنطره كده الركن ده مع الركن ده، ارتفعي 3 سنتي عشان نعمل بقى الدوران بتاعنا الشكل ده. وبرده تروحي كده حبايبي، احنا عملنا الجزء الاول من الكورساج، ان شاء الله الجزء الثاني بقى نكمل قفل البنسه ازاي
بتصرفيها ازاي، التقسيمات بتاعتك بتعمليها ازاي، واي سؤال اكتبولي وربنا يوفقكم. ويعني ان شاء الله تباعا انا كل ما هو في البترول الاساسي لاي حاجة هديها لكم يعني، بس بنمشي مع بعض. والجيبات في حاجات برضو لسه ناقصه معانا، بس انا في بناء على طلب حبايبي عايزين يتعلموا بسرعه الكورساج، فانا بقول لهم حاضر هنمشي بالتتابع يعني كده، وربنا ييسر الحل ويوفق الجميع. والقاكم على خير الفيديو القادم. سلام عليكم.